السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميري للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس السادس والأخير في فرع الجبر لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025، وهو درس حل متباينات الدرجة الثانية في مجهول واحد فقط. نزل في شرح الدرس الموجود معاك في قوائم التشغيل، حلينا مع بعض الإخطار، هنحل المقالة والاختبار، يبقى احنا كده خلصنا فرع الجبر بفضل الله. طبعا أول ما نخلص فرع الجبر احنا فاضل لنا درس كده في حساب المثلثات سهل جدا، هنزل لك تمارينه كلها اللي هي اخطر ومقالي في فيديو واحد وحلاك الاختبار بتاعه، يبقى احنا برضو خلصنا حساب المثلثات. وبعد كده ان شاء الله فاضل لنا درسين من الهندسه، درس حلو ومحترم وفيه افكار حلوه، ودرس سهل بسيط اللي هي عكس النظريه عليه، ويبقى احنا خلصنا منهجنا بالكامل بفضل الله عشان نبتدي ان شاء الله في حل الاسئله الهامه والمراجعات بقى وحل الامتحانات ان اراد ربنا ان شاء الله. يا ريت لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسئله المقاليه فيها اسئله جميله جدا وحلوه ومحترمه، فيا ريت نركز فيها. بسم الله. اول سؤال بيقول انا عايز منك تحقق مجموعه حل كل من المتباينات الاتيه. حاضر. يلا اول واحده، س تربيع زائد 2 س ناقص 8 اكبر من الصفر، معامل س تربيع موجب واكبر من، يبقى الحل ح ما عدا الفتره المغلقه، بس هشوفها بتتحلل ولا لا، ممكن ما تتحلش وساعتها هنروح لقصه ثانيه. المهم بعد كده دي كده هنشوف هتتحلل ولا لا، هنفتح قوسين ده اكبر من الصفر، س تربيع س في س، الاخير سالب موجب في سالب، عددين ضربهم 8 الفرق 2، 4 في 2، والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا 4 وهنا 2. طبعا من الاولى ان س بيساوي سالب 4، ومن التانية هيبقى السين باتنين. قلت لك طالما دي متباينة أكبر من ومعامل سين تربيع موجب، فالحل السريع ح مع عدد العدد الصغير سالب 4 العدد الكبير اللي هو 2، وطالما هنا مفيش علامة يساوي فبقفل المتباين. ولكن احنا في أسئلة مقالية بقى فلازم نعمل بالخطوات يا باشمهندس. يلا بينا. يلا يا باشا بعمل خط أعداد أهو، العدد الصغير اللي هو سالب 4 على الشمال، العدد الكبير اللي هو 2 على اليمين، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع موجب، يبقى اذا الجزء ده موجب والجزء ده سالب والجزء ده ايه؟ موجب. مش انت عايز الاكبر من الصفر يعني الموجب، وطالما الموجب هو اللي واخد معظم خط الاعداد يبقى ح مع عدد. العدد الصغير سالب 4 العدد الكبير 2، طالما المتباين ما فيش علامه هيتساوي بقفل هنا، انما لو في يساوي بفتح الفتحه، يبقى ح ما عدا الفترة المغلقة من سالب 4 و2، بس كده. السؤال الثاني، س تربيع ناقص 5 س ناقص 6 أقل من الصفر. يلا يا باشمهندس هنحلل الكلام ده. فالس تربيع هي س في س، الأخير سالب موجب في سالب، عددين ضربهم 6، الفرق ما بينهم 5، أكيد 6 في 1، والكبير شبه اللي في النص، وهنا الـ 6 وهنا الـ 1. من هنا إن الس بسالب 1، ومن هنا إن الس بـ6. متباينة أقل من ومعامل س تربيع موجب، بيبقى الحل بتاعها الفترة المفتوحة العدد الصغير لحد العدد الكبير، فده الحل السريع. يا باشمهندس احنا في سؤال مقالي. ماشي يا عم يلا هنعمل خطوات، وانت كده كده عارف ان انا لازم اعمل الخطوات. العدد الصغير سالب 1 وعنده بيساوي صفر، العدد الثاني اللي هو 6 وعنده بيساوي صفر، مثل عكس مثل. هنا س تربيع موجبة، يبقى المثل ده موجب واللي في النص سالب، وهنا بالنسبة لي ايه؟ موجب. طب هو عايز الأقل من الصفر اللي هو السالب ومش عايز الأصفار، يبقى الفترة المفتوحة من سالب 1 لحد الكام؟ من سالب 1 لحد الـ6. ودول كده أول سؤالين، مفيش مشاكل بإذن الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 3، هنشوف كده الدنيا فيها إيه. بيقول لي 4 ناقص 3 س ناقص س تربيع. بص معايا، أول حاجة هرتبها، يعني هخليها سالب س تربيع في الأول، وهاجي معاها سالب 3 س، والأربعة زي ما هي موجب 4 أكبر من أو يساوي صفر. قلت لك أنا ماشي بمبدأ واحد، عشان أمشي على نفس الخطوات أنا هخلي س تربيع موجب. فعشان أخلي س تربيع موجب أنا هضرب المعادلة دي كلها في سالب 1. فالسالب س تربيع تبقى س تربيع، السالب 3 س تبقى موجب 3 س، والموجب 4 سالب 4، والمتباينة بتتغير عشان ضربت في سالب. خلي بالك دي المتباينة الأساسية. ما طالما دي اللي انا هحللها او هشتغل عليها يبقى دي اللي هبحث اشارتها، ماليش دعوه باللي فوق بقى خلاص. خلاص حلو قوي. فانا هنا بالنسبه لي يا باشمهندس هنحلل المقدار ده،
س تربيع س في س، الأخير سالب وموجب في سالب، عددين ضربهم 4، الفرق 3، 4 في 1 وكبير شبه اللي في النص. طبعا من هنا إن الس بسالب 4 ومن هنا إن الس بواحد. ها؟ وطبيعي إن أقل من أو يساوي الحل السريع بتاعها الفترة المغلقة من العدد الصغير للعدد الكبير. يعني دي حلها يا باشمهندس سريع. إنما بقى بالخطوات، ده كده خط الأعداد. عند السالب 4 هتبقى بصفر، وعند الواحد هتبقى بصفر، مثل عكس مثل. مثل مين؟ ما س تربيع هنا سالب وهنا موجب، قلت لك اشتغل على اللي انت حللتها. انت حللت دي ولا اللي فوق؟ لا انا حللت دي يا باشمهندس، خلاص يبقى انا شغال على دي. فهنا معامل س تربيع ماله؟ موجب يا باشمهندس، والعكس سالب، وهنا بالنسبه لي موجب. طب انت عايز ايه؟ انا عايز اقل من او يساوي الصفر، يبقى من السالب 4 لحد الواحد، وطالما انت عايز الاصفار فهقفل الفترة، يبقى هي ده الحل بتاعي بتاع المسألة بتاعتي. حلو قوي. هنا س تربيع ناقص 1 أقل من أو يساوي الصفر. طيب س تربيع ناقص 1 دي بتتحل الفرق ما بين مربعين، عبارة عن س ناقص الواحد في س زائد الواحد. طب من هنا إن قيمة الس بواحد، ومن هنا إن قيمة الس بسالب واحد، وتباين أقل منه معامل س تربيع موجب، الحل السهل بتاعها لسه قايلين هناك من سالب واحد لحد الواحد لأن في علامة يساوي. انما بالخطوات لازم اعمل خط اعداد، بحط عليه الرقمين، عند السالب واحد بتساوي صفر، وعند الواحد بتساوي صفر، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع ماله؟ موجب، والعكس سالب، وهنا بالنسبه لي ايه؟ موجب. طب انا عايز الاقل من يعني السالب والاصفار كمان، يبقى من سالب واحد لحد الواحد لان انا عايز الاصفار بتاعتي يا باشمهندس، ويبقى احنا كده خلصنا دي كمان. طيب تعالى نشوف رقم 5. بسم الله، الموضوع سهل وبسيط بس افهم. بيقول لي 4 ناقص س تربيع، أول حاجة هرتبها تبقى سالب س تربيع زائد 4 أقل من الصفر. أنا اتعودت إن أنا همشي معاك إن لازم معامل س تربيع إيه؟ موجب. فأنا همشي هنا هضرب في سالب 1، على فكرة دي تتحل. بس أنا عشان أمشي بنفس المبدأ بنفس الخطوات. فما أضرب دي في سالب تبقى دي س تربيع، والموجب 4 سالب 4، وما تنساش المتباينة بتتغير. يعني هي اقل من يبقى اكبر من. س تربيع ناقص 4 دي تتحل الفرق ما بين مربعين. فالس تربيع هي س في س، الاخير سالب موجب في سالب، وال 4 2 في 2. هنا ان الس بسالب 2 وهنا ان الس ب 2. طب خلي بالك ان دي الاساسيه اللي انت حللتها واللي انت هتبحث اشارتها. خلاص؟ اللي حللتها انا اللي هبحث اشارتها. طيب الوقت يا باشمهندس ركز معايا، دي متباينه اكبر من، فالحل السريع بتاعها ه ما عدا. العدد الصغير سالب 2، العدد الكبير 2، طالما ما فيش علامة يساوي يبقى مقفول. ده الحل السريع. طب بالخطوات هنعمل خط الإعداد. عند السالب 2 بتساوي صفر، وعند الاتنين بصفر، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع موجب اللي أنا حللتها، هنا موجب سالب موجب. طب أنا عايز الأكبر من، يعني الموجب، والموجب واخد معظم خط الإعداد، يبقى ح ما عدا. العدد الصغير سالب 2، العدد الكبير 2، طالما ما فيش هنا علامة يساوي فهقفل الفترة، يبقى فعلا الحل ح ما عدا السالب 2 لحد ال 2. س تربيع ناقص 4 س زائد 4 أكبر من أو يساوي الصفر. طبعا دي تتحلل، وطبعا دي كمان يا باشمهندس مربع كامل. الس تربيع هي س في س، الأخير موجب، الإشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 4 مجموعهم 4 فهي 2 في 2. طبعا من الاولى ان س بيساوي 2، ومن الثانيه برضو ان س بيساوي 2. طب يا باشمهندس خلي بالك بقى ان المقدار المربع الكامل بحث الاشاره بتاعه مختلف. ازاي؟ انا بحط الرقم اللي هو 2 ده عندها بيساوي صفر، طب هنا بقى بيبقى مثل ومثل، هنا مفيش عكس خالص. فهنا معامل س تربيع موجب يبقى موجب موجب موجب، وهنا موجب 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 موجب. طيب يبقى الحل هنا يا باشمهندس هو عايز الاكبر من واللي بيساوي صفر. ركز معايا، الأكبر من اللي هو موجب، واللي بيساوي صفر اللي هو 2. إيه ده؟ طب مش أنت شايف على خط الأعداد ماشي عليه موجب وصفر بس؟ أه. طب ما هما الاتنين دول هو اللي عايزهم، يبقى هنا الحل بتاع إيه؟ ح يا باشمهندس. ليه ح؟ لأن هو بيقول لك إمتى المقدار ده أكبر من الصفر، فهو أكبر من الصفر في ح ما عدا الاتنين. طب إمتى بيساوي صفر عند الاتنين؟ طب الاتنين مع بعض، يعني إمتى موجب وإمتى بيساوي صفر؟ يبقى خط الأعداد كله، فيبقى هنا الحل بيساوي إيه؟ بيساوي ح. رقم 7 يا باشمهندس، يلا بسم الله. بيقول ايه؟ أول حاجة هنرتبها، فده سالب س تربيع، والستة س دي هنجيبها اهي، والسالب 9 اهي أقل من الصفر.
خلاص احنا هنشتغل كله س تربيع موجب، فاضرب المعادله دي في سالب واحد. سالب في س تربيع يبقى س تربيع، موجب 6 س يبقى سالب 6 س، سالب 9 يبقى موجب 9. بدل ما هي اقل من الصفر يبقى اكبر من الصفر، كل حاجه بتتغير عشان انا ضربت في سالب. المقدار ده برضو مربع كامل، خلي بالك ده لما يتحلل هيبقى س ناقص 3 في س ناقص 3. ليه؟ س تربيع س في س الاخير موجب، اشطتش بقى اللي في النص، عددين ضربهم 9 مجموعهم 6. طبعا هنا س ناقص 3 بيساوي 0 وس ناقص 3 بيساوي 0، فالاثنين هيطلعوك س بيساوي 3. طب ما احنا قلنا ده ايه؟ مقدار مربع كامل، فبحث الاشاره بتاعه مختلف. بيكون ايه يا باشمهندس؟ بيكون مثل ومثل. يعني هو عندي 3 بيساوي 0. مين الاساسيه اللي انا حللتها دي يا باشمهندس؟ يبقى دي اللي هبحث اشارتها. يعني السين تربيع دي موجب، يبقى هنا المثل موجب وهنا برضو موجب. طب المره دي بيقول لك ايه؟ بيقول لي اكبر من الصفر، يعني موجب بس. فهتلاقي ان خط الاعداد كله موجب، يبقى ها ما عدا الثلاثه. لان هنا الثلاثه بتخليها تساوي كام؟ تخليها بتساوي صفر. وعشان كده بنقول معانا الثلاثه، انما لو كانت اكبر من او يساوي زي المساله اللي فاتت كنت عملت ايه؟ كنت اخترتها. طب هنا يا باشمهندس س تربيع ناقص 8 س زائد 16 اقل من الصفر. طيب هنحاول نحلل دي، ودي غالبا مربع كامل برضه. الس تربيع س في س الاخير موجب، الاشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 16 مجموعهم 8، 4 في 4 ايه ده؟ س ناقص 4 وس ناقص 4؟ اه يبقى انا عندي جذرين حقيقيين متساويين كل واحد ب 4، يبقى انا وصلت ان الس ب 4. طب انا هعمل بحث اشاره يا باشمهندس وركز بقى معايا. هنا يا باشمهندس عند الأربعة بتساوي صفر، مثل ومثل، هنا معامل س تربيع موجب، فالمثل ده هيبقى بالنسبة لي موجب، وهنا برضو المثل موجب. طب هو بيقول لك إمتى أقل من الصفر؟ يعني إمتى تبقى سالب؟ لو جيت بصيت على خط الأعداد مش هتلاقي عليه سالب، أنت لاقي عليه موجب وأصفار، يعني مفيش هنا عدد سالب خالص، فطالما ما ظهرش في خط الأعداد سالب، ما هو المقدار ده معناه إيه؟ ده معناه يا إما موجب يا إما صفر. طب هو بيقول لك اقل من الصفر امتى؟ يعني امتى يبقى سالب؟ طبعا ما فيش سالب، يبقى الحل بتاعتي ايه؟ فاي يا باشمهندس، يبقى انا وصلت ان مجموعه الحل هنا بفاي. السؤال بعد كده يا باشمهندس رقم 9، يلا بينا نفس الطريقه بقى. بيقول لي سالب س تربيع ناقص 10 س ناقص 25 اكبر من الصفر، اتفقت معاك ان انا بحب اخلي معامل س تربيع ايه؟ موجب، فانا هضرب المعادله دي كلها في سالب واحد، يلا بينا. سالب س تربيع تبقى س تربيع سالب 10 س بموجب 10 س، سالب 25 بموجب 25، والمتباينه كمان هتتغير، اكبر من او يساوي يبقى اقل من او يساوي الصفر. حلو، احلل ده، وده برضو مقدار مربع كامل. س تربيع س في س الاخير موجب، الاشارتين شبه اللي في النص موجب، عددين ضربهم 25 مجموعهم 10، 5 في 5. طبعا القوسين دول متشابهين، يعني الجذرين حقيقيين متساويين، وكل واحد هيبقى س بيساوي سالب 5. بعكس الاشاره، حلو جدا. طب ما تيجي كده نعمل بحث اشاره، يلا. هنا يا باشمهندس هي عند السالب 5 بتساوي صفر، حلو. مثل ومثل، قلنا مثل مين؟ معامل س تربيع في المعادله اللي انا حللتها، دي اللي انا حللتها. فمعامل س تربيع فيها موجب، يبقى ده بالنسبه لي موجب وده برضه موجب. حلو جدا. بص بقى، هي المتباينة أقل من أو يساوي الصفر، أقل من يعني السالب، وهنا على خط الأعداد مفيش حاجة سالب خالص، يبقى السالب ده فكك منه. طب بيساوي صفر، هو بيساوي صفر عند السالب 5 بس، يبقى هنا مجموعة الحل بتاعتي سالب 5 بس. ليه؟ لأن أقل من الصفر اللي هو السالب مش موجود، إنما اللي بيساوي صفر السالب 5، ودي بالنسبة لي موجود. رقم 10 2 س ناقص س تربيع أقل من الصفر، هرتبها الأول، يبقى سالب س تربيع زائد 2 س اقل من الصفر، اتفقت هخلي س تربيع موجب، فهضرب دي في سالب واحد. لما اضرب دي في سالب واحد تبقى س تربيع، وال2 س تبقى سالب 2 س، والمتباينه تتغير، بدل ما هي اقل من يبقى اكبر من. طيب بعد كده هاخد الس عامل مشترك، فيفضل لي س ناقص ال2 اكبر من الصفر. من الاولى ان س بيساوي صفر، ومن الثانيه س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى الس بكام؟ ب2. حلو جدا. بص دي متباينه، خلي بالك دي اللي انا حللتها، الله يكرمك، اوعى تنسى المعلومه دي، فدي اللي هشتغل عليها. دي متباينه اكبر من ومعامل س تربيع موجب، يبقى ها ما عدا الفتره المغلقه عشان ما فيش علامه يساوي، العدد الصغير صفر والكبير اللي هو 2، ده الحل السريع. انما احنا دايما لازم نعمل خط الاعداد. ادي خط الاعداد، هي عند الصفر بتساوي صفر، وعند الاثنين بصفر، مثل عكس مثل. اللي انا حللتها
س تربيع بتاعها موجب، فده موجب، ده سالب، ده موجب. طب هو عايز ايه؟ الاكبر من، الاكبر من اللي هو الموجب معظم خط الاعداد، يبقى هعمل مع عدد. العدد الصغير صفر، العدد الكبير اتنين. طالما ما فيش علامه يساوي في المتباينه فبقفل الفتره، يبقى هو ده الحل بتاعي يا باشمهندس. خلاص يا رب ما يكونش في اي مشكله. هنخش على السؤال الثاني. طيب نفس الطريقه برضو، السؤال الثاني هو عايز مني حل المتباينات دي. س تربيع زائد 5 س اقل من سالب 4. طيب مبدئيا انا هجيب دي هنا، يبقى س تربيع زائد 5 س، السالب 4 لما تيجي تبقى موجب 4 اقل من الصفر. كلام جميل. هنشوف ده بيتحلل ولا لا. تعالى كده نحاول نحلل. الس تربيع س في س الاخير موجب، اللي شرطين شبه اللي في النص. عددين ضربهم 4 مجموعهم 5، لو دول عارفهم 4 في 1. من هنا ان الس سالب 1 وهنا الس سالب 4. هنا دي متباينة اقل منهم وعامل س تربيع موجب، فالحل السهل الفترة المفتوحة للعدد الصغير سالب 4، العدد الكبير سالب 1. شكرا. خلاص بس. طيب تعالى بقى نعملها بالخطوات. هي عند السالب 4 بتساوي صفر، وعند السالب 1 بتساوي صفر، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع ماله؟ موجب، يبقى ده ايه؟ موجب، ده سالب، ده موجب. الاقل من اللي هو السالب، والسالب محصور ما بين سالب 4 وسالب 1. طب ما هوش عايز الاصفار، يبقى فتره مفتوحه، يبقى فعلا من سالب 4 لحد السالب 1. 5 س تربيع زائد 12 س اكبر من او يساوي ال 44، هنجيب ال 44 هنا. يبقى 5 س تربيع زائد 12 س ناقص 44 اكبر من او يساوي الصفر. تعال نشوف دي بتتحلل ولا لا. والله ال 5 س تربيع هي اكيد 5 س في س، لان ال 5 ده عدد اول. عددين بقى ضربهم 44، انا عايز يبقى المجموع 12. طيب بص معايا، ال 44 دي هي 2 او 4 في 11. 4 في 11. لو انا حطيت ال 4 هنا يبقى 4 في 5 ب 20، وهنا 11 يبقى 9، فمش هينفع. ولو حطيت ال 11 هتبقى 55 و 4، فالفرق هيبقى كبير. طب تعالى ناخدها 22 في 2. 22 في 2، 2 في 5 ب 10، ولو حطيت هنا ال 22 هيبقى الفرق 12، فده كده مظبوط. هعمل ايه؟ ال 44 هيبقى هنا سالب 2 وهنا موجب 22. بص دي كده 22 س وسالب 10 س يبقى 12 س. او انت اعملها بالاله الحاسبه، ممكن مود 5 3 هيطلع لك الرقمين. طب من هنا السين بكام؟ بعكس اشاره العدد يبقى سالب 22، وبقسم على اللي قبل السين اللي هو 5. طب من هنا يبقى السين بكام؟ طبعا السين ب 2. طب الحل السريع، دي متباينه اكبر من وعامل س تربيع موجب، فالحل بتاعها مع الفتره المفتوحه. العدد الصغير سالب 22 على 5، والعدد الكبير اللي هو 2 بس. انما بالخطوات بقى، ده كده خط الاعداد اهو. عندي السالب 22 على 5 بصفر، وعندي الاثنين بصفر، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع موجب والعكس سالب، وهنا بالنسبه لي موجب. هو عايز الاكبر مني عن الموجب اللي هو واخد معظم خط الاعداد، يبقى حاضر مع عدد. العدد الصغير سالب 22 على 5، العدد الكبير اللي هو 2. طالما في المتباينه علامه يساوي بفتح الفتره، يبقى حاضر مع عدد السالب 22 على 5 والاثنين، ويبقى انا كده خلصت مسألتي. رقم 3 يا باشمهندس، يلا بينا. عايز ايه؟ 3 س تربيع اقل من او يساوي 11 س زائد 4، هنجيب ال 11 هنا. يبقى دي 3 س تربيع ناقص 11 س، وهجيب ال 4 برضه هنا بس بسالب 4 اقل من او يساوي الصفر. هل المقدار ده هيتحلل؟ تعالى نشوف. يعني بص احنا هنحاول ما تحللش، هنشوف بقى موضوع المميز. بص الاخير سالب موجب في سالب. ال 3 س تربيع عشان ال 3 عدد اولي فهي 3 س في س. طيب بص معايا، انا عايز الفرق سالب 11، دي سهله. انا هحط السالب 4 هنا والموجب 1 هنا. ليه؟ 3 في سالب 4 في سالب 12 وموجب 1 يبقى سالب 11. حلو قوي. طب من هنا السين بيساوي كام؟ اعكس اشاره العدد يبقى سالب 1 واقسم على اللي قبل السين يبقى 3. طب من هنا السين بكام؟ قال لك السين ب 4. الحل السريع، متباينه اقل من او يساوي ومعامل س تربيع موجب، بيبقى الفترة المغلقة من العدد الصغير اللي هو سالب تلت لحد الكبير اللي هو 4 وشكرا. خلاص؟ طيب حل بقى بخطوات، لازم نعمل خط الأعداد عشان إحنا بنتعامل مع الأسئلة دي إن هي مقال. فأنا هنا سالب تلت عندها بصفر، وعند الأربعة عندها بصفر، مثل عكس مثل.
معامل س تربيع ماله موجب، يبقى دول موجب سالب موجب. هو عايز الاقل من يعني السالب، واللي بيساوي الاصفار يبقى الفتره المغلقه للجزء السالب اللي هو ما بين سالب تلت واربعه، يبقى فعلا هو ده الحل بتاعي يا باشمهندس. طيب رقم اربعه، يلا هنجيب برضو الستة س هنا، يبقى دي س تربيع ناقص 6 س، والسالب 9 تيجي هنا يبقى بموجب 9 اكبر من او يساوي صفر. طبعا ده مقدار مربع كامل، واعتقد احنا عملناها قبل كده. الس تربيع س في س، الاخير موجب العشرتين شبه اللي في النص، عددين ضربهم 9 مجموع 6 يبقى 3 في 3، دول قوسين شبه بعض يعني بيطلعوا جذرين حقيقيين متساويين، يبقى الس بكام؟ ب 3. بعد كده يا باشمهندس ادي خط الاعداد عند التلاتة بتساوي صفر، مثل ماشي مثل ومثل، لأن ده مربع كامل، هنا معامل س تربيع موجب يبقى ليه بالنسبة لي موجب، وهنا برضه موجب. طيب ركز بقى معايا، الأكبر من اللي هو الموجب، واللي بيساوي صفر اللي هو تلاتة. طب ما هو خط الأعداد كله موجب وبيساوي صفر، يبقى مجموعة الحل هنا إيه؟ ح يا باشمهندس، خلاص؟ لأنه عايز الأكبر من واللي بيساوي صفر الاتنين مع بعض. طب ما هو خط الأعداد كله يا إما موجب يا إما بيساوي صفر، يبقى هنا مجموعة الحل بيساوي إيه؟ بيساوي ح. رقم خمسة بيقول لك ايه؟ 3 ناقص 2 س اكبر من او يساوي س تربيع. طب تعالى نجيب الس تربيع هنا كده، تبقى سالب س تربيع وهنا سالب 2 س زائد 3 اكبر من او يساوي صفر. اتفقت معاك ان احنا هنوحد الحل ان س تربيع بالموجب، يبقى انا هضرب المعادله كلها في سالب 1. طيب دي سالب س تربيع تبقى س تربيع، والسالب 2 س موجب 2 س، والموجب 3 سالب 3، والمتباينه كمان هتتغير يبقى اقل من او يساوي الصفر. بعد كده يا باشمهندس خلي بالك دي الاساسيه، يعني ايه الاساسيه؟ دي اللي هحللها ودي اللي هبحث عشانها. فتعالى نحلل الكلام ده، الس تربيع س في س، الاخير سالب موجب في سالب، عددين ضربهم 3 الفرق 2، 3 في 1 والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا 3 وهنا الواحد. طبعا من هنا ان الس بسالب 3، ومن هنا ان الس بموجب 1. طب دي متباينة اقل من او يساوي، فحلها فترة مغلقة، الصغير سالب 3 الكبير 1، ده الحل السريع. طب يا باشمهندس خطوات بقى، بحث اشارة، عينيا بص معايا. دلوقتي عند السالب 3 بتساوي صفر، وعند الواحد بتساوي صفر، مثل عكس مثل. فهنا معامل س تربيع اللي انا حولته واللي انا بحثت اشارته واللي انا حللته اللي هي المعادلة دي مش اللي فوق، خلاص؟ يبقى موجب سالب موجب اللي هو مثل عكس مثل. حلو. طيب وعايز الاقل من يعني السالب، يبقى من سالب 3 لحد الواحد، وعايز الاصفار يبقى فتره مغلقه لان السالب 3 والواحد هم دول الاصفار بتوعي، يبقى فعلا ده الحل بتاعي يا باشمهندس. طيب س تربيع زائد 5 اقل من الواحد، ركز بقى معايا، هحلها لك بطريقتين وهقنعك دلوقتي. بص اول طريقه، اول طريقه بص انا هودي الخمسه هناك، انا عارف ان انت مش متعود عليه بس افهمها. بس لو انا قلت س تربيع يبقى اقل من او يساوي الخمسه، لما تروح هناك بسالب 5 وهنا 1، 1 ناقص 5 سالب 4. هسالك سؤال والله وانت هترد عليا، انت عارف ان الس تربيع دي دايما هتطلع عدد ايه؟ موجب. ايوه يا باشمهندس ده استاذ. طب هو بيقول لك امتى العدد الموجب يبقى اقل من او يساوي سالب 4؟ ايه ده؟ بقول لك عدد موجب يبقى اقل من او يساوي سالب 4 اللي هو عدد سالب؟ استحاله طبعا، صح؟ فساعتها يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل فاضي. يبقى كده حل سريع قوي دي المسألة، وعلى فكرة عملتها خط درجتك، لأن مفيش حاجة تربيع هتبقى أقل من أو يساوي عدد سالب، صح؟ ولكن بقى عشان طريقة الدرس المعتادة هنعمل إيه؟ لازم نتأكد من مميز، فأنا لازم أمشي بطريقة الدرس. فهنا هجيب الواحد، يبقى أنا معايا س تربيع، ها؟ الواحد هيجي بسالب 1 وهنا 5، 5 ناقص 1 يبقى موجب 4 أقل من أو يساوي الصفر. طبعًا زي ما أنت قلت لي دول مجموع مربعين، دي س تربيع هتطلع موجب والاربعه موجب، فيدينا عدد موجب، فهو ما ينفعش يبقى اقل من الصفر. بس عشان نعملها بخطوات لازم بحسب المميز ب تربيع ناقص الاربعه ا ج. طيب الباء اللي هي معامل السين، هنا ما فيش سين يبقى صفر تربيع ناقص اربعه، في الالف اللي هو معامل السين تربيع بواحد، في الجيم اللي هي باربعه، يبقى دي عباره عن صفر ناقص اربعه في اربعه ب 16 يعني سالب 16. فالمميز هنا طلع عدد سالب، فطالما المميز عدد سالب يبقى إشارة الدالة مثل معامل س تربيع، وهنا معامل س تربيع موجب، يعني إشارة الدالة هنا دائما موجبة.
يعني انا دلوقتي يا باشمهندس لو عملت خط اعداد بالشكل ده كده، طبعا هي ملهاش جذور في حق، بس هي اشارتها دايما ايه؟ دايما موجب بالشكل ده كده، خلاص. فطالما هي دايما موجب، هو بيقول لك امتى اقل من الصفر؟ مفيش هنا عدد سالب. طب امتى بيساوي صفر؟ مفيش هنا اصفار، يبقى فعلا مجموعه الحل ايه؟ فاي. خلاص، دي الخطوات اللي نعملها في السؤال المقالي، ولكن دي الطريقه السهله او البسيطه اللي بالمنطق وتتحل. تعال نشوف اللي بعده يا باشمهندس، بيقول لك ايه؟ بيقول لي سالب س تربيع ناقص 7 اقل من 2. بص معايا، هجيب الاثنين هنا، يبقى سالب س تربيع الاثنين هتيجي بسالب 2، وفي سالب 7 يبقى سالب 9 اقل من الصفر. طيب انا ما اتعودت ان احنا نشتغل س تربيع بالموجب، فهضرب المعادله دي في سالب 1. هنا سالب في سالب يبقى س تربيع، والسالب 9 يبقى موجب 9، وما تنساش دي كمان هتتغير، اكبر من الصفر يبقى اكبر من الصفر، ده عكس اللي فاتت. هسالك سؤال وهتحله انت ببساطه، س تربيع يا باشمهندس، س تربيع هتطلع لي عدد موجب زائد 9 عدد موجب. طب هو بيقول لك امتى موجب زائد موجب اللي هو موجب اكبر من الصفر؟ ايه ده، ما هو الموجب دايما اكبر من الصفر. شفت انا قلت ايه؟ دايما، صح. يبقى هنا مجموعه الحل سريعا بايه؟ بحق. ولكن عشان نعملها خطوات، نفس اللعبه، هنحسب المميز ب تربيع ناقص الاربعه ا ج، الباقي هنا اللي هو معامل السين بصفر، يبقى صفر تربيع لان ما فيش سين، ناقص 4 في الألف بواحد في الجيم بتسعة، يعني صفر ناقص 36 يعني سالب 36، يعني هنا المميز سالب، يبقى إشارة الدالة مثل معامل س تربيع يا باشمهندس، معامل س تربيع اللي أنا اشتغلت عليه اللي هي المسألة دي مش اللي فوق، خلاص. يبقى هو دائما موجب، فدايما موجبة يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو عملت خط اعداد بالشكل ده كده، فالاشارات عليه كلها موجب. طب هو بيقول لك امتى هي اكبر من الصفر؟ يعني امتى موجب يا باشمهندس؟ ده خط الاعداد كله موجب، فعشان كده بنقول الحل بتاعنا ايه؟ حق. خلاص؟ حلوة. رقم 8 س ناقص 2 الكل تربيع اكبر من او يساوي 9. بص معايا، هنعمل فيها ايه؟ بص، أول حاجة أنا هجيب 9 هنا. حلو، هيبقى معايا س ناقص الاثنين الكل تربيع ناقص 9 اكبر من او يساوي صفر. بص، عندك حلين، ممكن تفك ده وتعمل معاه السالب 9 وبعدين تحلل، او ممكن تعمل، انا هحلل ده فرق ما بين مربعين. ايه يا باشمهندس اللي انت بتقوله ده؟ اه والله هحلله فرق ما بين مربعين. ازاي؟ من س ناقص 2 الكل تربيع هي س ناقص الاثنين في س ناقص الاثنين، ايوه، يعني طالما ده حاجه تربيع والتسعة دي ما هي 3 تربيع، يعني 3 في 3، مش ده كده فرق ما بين مربعين؟ اه، بس الفرق ما بين مربعين مره موجب مره سالب، بس انا كده حللته. طيب القوس الاولاني ده س ناقص 2 زائد 3، سالب 2 و3 1، يعني س زائد الواحد. هنا س ناقص 2 ناقص 3 يعني س ناقص الخمس اكبر من او يساوي صفر. طبعا دي اسهل بكتير ان انا افك القوس ده وبعدين اجمع معاه السالب 9 وبعدين احلله تاني وهتوصل لنفس الحلول دي. كلام جميل. طب من الاولى دي هيبقى السين بكام؟ بسالب 1، ومن الثانيه السين بكام؟ ب5. حلو جدا، دي متباينه اكبر منه وفيها علامه يساوي، فالحل السريع ها ما عدا الفتره المفتوحه، العدد الصغير سالب 1، العدد الكبير 5، ده الحل السريع. طب تعالى يا باشمهندس بقى نعمل بحث الاشاره على خط الاعداد. هي عند السالب 1 هتساوي صفر، وعند الخمسه هتساوي صفر، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع ماله؟ ما لو فكيت دي فالاول تربيع بس تربيع، يا يعني معامل س تربيع موجب، وهنا لو ضربت س في س بس تربيع، فطبعا دي مثل موجب عكس سالب، وهنا بالنسبه لي موجب. طب هو عايز الاكبر من، يعني الموجب اللي هو معظم خط الاعداد، يبقى ح ما عدا العدد الصغير سالب 1 الكبير 5. طالما في المتباينه علامه يساوي يبقى فتره مفتوحه، يبقى ح ما عدا السالب 1 والخمسه. رقم 9 يا باشمهندس، ودي شبه بس فيها لعبه صغيره كده وجميله جدا. بص معايا، س ناقص 2 الكل تربيع اقل من او يساوي سالب 5. بص انا هجيب السالب 5 هنا، يبقى س ناقص 2 الكل تربيع زائد ال 5 اقل من او يساوي صفر. ركز بقى معايا الله يكرمك، الس ناقص 2 الكل تربيع دي حاجه مرفوعه لاس 2، فهتطلع لي دايما عدد موجب، زائد الخمسة هنا عدد موجب، ده مش فرق ما بين مربعين لان الاشاره هنا موجب، يبقى القوس ده هيطلع لي موجب والخمسة عدد موجب، يبقى دايما المقدار ده موجب. طب هو بيقول لك امتى اقل من او يساوي الصفر؟ يا عم انا بقول لك دايما موجب،
يعني ما ينفعش يساوي صفر وما ينفعش يبقى عدد سالب. يبقى الحل السريع هنا ان مجموعه الحل هنا ايه؟ فاي. طب باشمهندس بقى خطوات انا هعملها في الامتحان ازاي؟ هقول له كده بس مش هاخد درجتي كامله طبعا. لا بص بقى هنفك القوس ده هنا مضطرين بقى لان ده مش فرق ما بين مربعين. فالاول تربيع ب س تربيع، 2 في الاول في الثاني يبقى سالب 4 س، الاخير تربيع ب 4 زائد 5 اقل من او يساوي صفر. يبقى دي س تربيع سالب 4 س، 4 و5 يبقى 9 اقل من او يساوي صفر. هنبدا نحسب المميز، ب تربيع ناقص ال 4 ا ج، الباء معامل الس بسالب 4 تربيع ناقص 4 في الالف ب 1 في الجيم ب 9 سالب 4 تربيع ب 16 ناقص 4 ب 9 ب 36. 16 ناقص 36 يعني سالب 20، المميز فعلا طلع سالب. فطالما المميز طلع سالب يبقى إشارة الدالة مثل معامل س تربيع، وهنا س تربيع موجب يعني دائما موجبة. يعني أنا يا باشمهندس لو عملت خط أعداد بالشكل ده كده فالإشارات كلها اللي عليها هتبقى إيه؟ هتبقى موجب. حلو. فانا دلوقتي هو بيقول لك امتى اقل من الصفر؟ يعني سالب، مفيش على خط الاعداد سالب. طب امتى بيساوي صفر؟ مفيش على خط الاعداد ارقام بتخليها بيساوي صفر، فعشان كده نقدر نقول واحنا مطمنين مجموعه الحل ايه؟ فاي. يبقى دي الخطوات بتاعتها واللي فوق ده بالمنطق وبالعقل كده والمساله خلصت. طب دي يا باشمهندس اوعى بقى تقول لي هنا س هنا بصفر وهنا س بسالب 2، يا عم ده في سالب 3 ورا، تغلط غلطه عمرك. دي بسيطه قوي، انا هضرب الاول في الاول، فس في س بس تربيع وس في 2 ب 2 س ناقص 3 اوبا من او يساوي صفر. هو جايبها عشان يغلطك لان الناس مستعجله تقول لي س دي بيساوي صفر، هنا س بيساوي سالب 2 وحلل. يا عم والسالب 3 دي راحت فين؟ ما ينفعش طبعا، خلي بالك من النقطه دي. طيب دي المعادله بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، فتعالى كده نحللها. الس تربيع س في س، الاخير سالب موجب في سالب، عددين ضربهم 3 الفرق 2، 3 في 1 وكبير شبه النص، هنا 3 وهنا 1. طبعا من هنا ان السين بسالب 3 ومن هنا ان السين بواحد. دي سهله بقى، دي متباينه اقل من ومعامل السين تربيع موجب، يبقى الفتره المغلقه عشان في علامه اليساوي من سالب 3 لحد الواحد. شكرا. بس تعالى بقى بالخطوات يا باشمهندس، خط اعداد جميل كده. هي عند السالب 3 بتساوي صفر وعند الواحد بتساوي صفر، مثل وعكس ومثل. س تربيع موجب، يبقى المثل هنا بالنسبه لي موجب والعكس سالب، وهنا برضه موجب. هو عايز الاقل من يعني السالب، والسالب محصور ما بين السالب 3 و1، وعايز اللي بيساوي الصفر، يبقى في الفتره، يبقى فعلا من سالب 3 لحد الواحد مقفولين يا باشمهندس. رقم 11، ما تتخضش هو بيكبر المسائل ولكن في الفاضي صدقني والله. بيقول لي هنا س زائد 3 كل تربيع اقل من 10 ناقص 3 في س زائد 3. بص معايا ممكن نعمل ايه؟ هي لها حل ان انا هفك ده وبعد كده يا باشمهندس هفك ده وانقل الناحيه الثانيه، بس انا هحلها لك حل لذيذ واستوعبه الله يكرمك، حاول تستوعبه. شايف سالب 3 في س زائد 3 انا هجيبها هنا. فانا دي س زائد 3 الكل تربيع. السالب 3 دي لما تيجي تبقى موجب 3 في س زائد 3. طيب وال10 هجيبها هنا تبقى بسالب 10، الكلام ده اقل من الصفر، انت عايز تعمل ايه؟ على فكره انا هحللها، هتحللها ازاي؟ مخلي بالك ان دي س زائد 3 كل تربيع ودي س زائد 3. يعني اعتبر لو دي كانت س تربيع تبقى دي س، فلو دي س زائد 3 تبقى س زائد 3. فبحللها ازاي؟ ركز بقى في التحليل ده، اهم حاجه بالنسبه لي. قلت لك الحل التقليدي ان انا هفك الكلام ده واجمعه، انما ده حل مش تقليدي وجميل. س زائد 3 كل تربيع، يبقى انا هحط هنا س زائد 3 وهنا س زائد 3. مش هي لما كانت س تربيع كنت بحط هنا س وهنا س؟ طب هي لو س زائد 3 كل تربيع يبقى هنا س زائد 3 وهنا س زائد 3. وكمل الباقي عادي جدا، الاخير سالب 10 يعني الاخير سالب، فواحده موجب واحده سالب. عددين ضربهم 10 الفرق 3، ما ده معامل. خلي بالك لما كانت دي س ودي س كان اللي في النص س. طب لو دي س زائد 3 ودي س زائد 3 فالنص لازم يبقى س زائد 3. خلاص؟ حلو قوي. فعددين ضربهم 10 فرق 3 يبقى 2 في 5 والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا 5 وهنا 2. بص دي التحليله بكل بساطه. يبقى ادي س 3 و5 يبقى 8. ادي س و3 ناقص 2 يبقى موجب 1 اقل من الصفر. شفت احنا حليناها بطريقه سهله وبسيطه ازاي؟ من غير فك ولا كلكعه، فخلي بالك. طبعا من الاولى يبقى س بسالب 8 ومن الثانيه يبقى س بسالب 1. حلو جدا وزي الفل.
تعالى نعمل الحل السريع كده قبل ما نحط على خط الاعداد. الحل السريع ده متباينه اقل منه ومعامل س تربيع موجب، لان س في س بس تربيع، يبقى الفتره المفتوحه من سالب 8 لسالب 1 لان مفيش علامه يساوي. طب على خط الاعداد ركز معايا، عندي السالب 8 بصفر وعندي السالب 1 بصفر، مثل عكس مثل. فهنا معامل س تربيع زي ما اتفقنا اللي هو موجب، سالب بالنسبه لي ايه؟ موجب. الوقت انا عايز الاقل من الصفر يعني السالب، والسالب ما بين السالب 8 والسالب 1، وهو مش عايز الاصفار، يبقى فتره مفتوحه، يبقى سالب 8 سالب 1 يا باشمهندس. خلاص ده اسهل حل ليها بفضل الله. تعال نشوف 5 ناقص 2 س اقل من او يساوي س تربيع، هنجيب س تربيع هنا، فتيجي بسالب س تربيع ومعايا سالب 2 س، والموجب 5 زي ما هي اقل من او يساوي صفر. طب انا اتفقت ان انا بحب س تربيع بالموجب، فهضرب دي في سالب 1. لما اضرب دي في سالب 1 تبقى دي س تربيع، والسالب 2 س تبقى موجب 2 س، والموجب 5 سالب 5، والمتباينه هتتغير يبقى اكبر من او يساوي صفر. فخلي بالك يا باشمهندس، دي اللي انا هشتغل عليها، دي اللي انا لازم احللها وابحث اشارتها او ايا كان. طيب دلوقتي لو حليتها س في س، الاخير سالب، فانا عايز عددين ضربهم 5 الفرق 2. فخلي بالك من حاجه، الخمسه دي عدد اولي فهي 5 في 1، ف 5 في 1 الفرق 4، عمر ما بيبقى الفرق 2، يبقى دي عمرها ما هتتحلل بالطريقه التقليديه، يبقى انا لازم هنا هجيب المميز ب تربيع ناقص ال 4 ا ج. الباقي اللي هي معامل الس ب 2، فدي 2 تربيع ناقص 4 في الالف ب 1 في الجيم بسالب 5، اوعى تنسى الله يكرمك. تاني انا باخد يا باشمهندس الالف هنا ب 1، وهنا دي ب 2، والجيم بسالب 5. حلو كده؟ حلو. طيب 2 تربيع ب 4، سالب في سالب بموجب، 4 في 5 ب 20. ايه ده يا باشمهندس؟ ايه ده؟ ده المميز طلع عدد موجب، فطالما عدد موجب يعني بتتحلل. ما خلي بالك انا جبت المميز عشان احدد ايه؟ ما هي يا اما بتتحلل باعداد طبيعيه زي ده كده لو هو المميز موجب، يا اما بتتحلل بقى بالقانون العام، وده هنروح له الوقت بالقانون العام. يا اما لو كان المميز سالب ساعتها كنت هرتاح، وصلت؟ فانا لازم بتاكد من الخطوه دي. فطالما المميز طلع موجب فاعرف ان هي هتتحلل بالقانون العام بقى، اللي هو س بيساوي سالب ب موجب او سالب جذر المميز ب تربيع ناقص 4 ا ج على ال 2 ا. وركز بقى، سالب باء، الباء موجب 2 يبقى سالب 2 موجب او سالب، جذر المميز انت لسه جايب المميز ب 24، حلو، على 2 ا. يعني يا باشمهندس الالف هنا بكام؟ او الالف هنا بواحد معامل س تربيع، ف2 في 1 ب 2. لو انت جبت الاله بتاعتك وعملت جذر 24 تلاقي 2 جذر 6، يعني دي بتساوي سالب 2 زائد 2 جذر 6 على ال 2، وزع البسط على المقام، سالب 2 على ال 2 يبقى سالب 1، ودي موجب او سالب، 2 جذر 6 على ال 2 بجذر 6. خلي بالك ده الحل، دول الجذرين بتوعك. خلاص؟ حلو جدا. المفروض يا باشمهندس عشان احلها هعمل ايه؟ عندك الحل السهل، دي معادله اكبر من او متباينه اكبر من، فالحل التقليدي بتاعها ما عدا فتره مفتوحه عشان في سالب. خلاص؟ انا بشغلها على الاساسيه اهي. بكتب العدد الصغير اللي هو يبقى سالب 1 ناقص جذر 6، والعدد الكبير اللي هو يبقى سالب 1 زائد جذر 6 بس. فدي صعوبه المساله اللي هي بتتحل بالقانون العام، ولكن المميز بيكشف لك كل حاجه. مش مهندس خط الاعداد بقى ما تنسانيش الله يكرمك يا عم. حاضر. ده كده خط الاعداد اهو، خلي بالك العدد الصغير هيبقى سالب 1 ناقص جذر 6، ما انت معاك مره سالب 1 ناقص جذر 6 ومره سالب 1 زائد جذر 6، فالعدد الصغير اكيد اللي الاثنين سهل، فهنا عندها بصفر وهنا بصفر، مثل عكس مثل. فعندك س تربيع موجب، يبقى المثل ده اهو موجب والعكس سالب، وهنا بالنسبه لي موجب. طب انا عايز ايه؟ انا عايز الاكبر منها يساوي الصفر، فالموجب معظم خط الاعداد يبقى ح مع عدد، وطالما في علامه يساوي بفتح الفتره، بكتب العدد الصغير والعدد الكبير، يبقى هو ده الحل بتاعي. مساله مهمه جدا جدا يا باشمهندس، او ممكن تحللها بالاله الحاسبه مود 5-3، ولكن طالما سؤال مقالي يفضل ان انت تحلها بالطريقه دي. خلاص؟ حلو جدا وزي الفل كده. خلصنا السؤال الثاني، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي عين اشاره الداله د حيث داله س ب س تربيع ناقص 5 س زائد 6، ومن ذلك عين في ح مجموع حل المتباين. خلي بالك هو بيقول لك بعد اذنك هات لي اشاره الداله الاول، وبعد كده حل لي المتباين، ودي سهله جدا. اول حاجه هساوي المعادله بصفر، س تربيع ناقص 5 س زائد 6 هساويها بصفر. بعد كده يا باشمهندس ببتدي احلل الكلام ده، ف
فالسين تربيع هي عبارة عن سين في سين، الأخير موجب، الشرطين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 6 مجموعهم 5 يبقى 2 في 3. من الأولى إن قيمة السين ب2، ومن الثانية يبقى قيمة السين ب3. بعد كده يا باشمهندس هنعمل خط الأعداد الجميل بتاعنا. العدد الصغير اللي هو 2 عندها بيساوي صفر، والعدد الكبير اللي هو 3 عندها بيساوي صفر، مثل عكس مثل، وعامل سين تربيع موجب، يبقى المثل هنا موجب، العكس سالب، وهنا المثل برضه موجب. خلاص، خلي بالك انا بعين شرط الدال، فخلي بالك يبقى انا عندي داله س بتساوي صفر لما س تنتمي لايه؟ بتساوي صفر عند الرقمين، يبقى قوس مجموعه 2 و3. حلو جدا. طب داله س اقل من الصفر امتى؟ اقل من الصفر يعني سالب، فهي سالب ما بين الاثنين والثلاثه، يبقى س تنتمي ل2 و3 مفتوحين. طب الثالثه يا باشمهندس داله السين اكبر من الصفر امتى؟ اكبر من يعني الموجب اللي هو واخد معظم خط الاعداد، يبقى س تنتمي لحها مع عدد، العدد الصغير 2 والعدد الكبير 3. طالما ما فيش في المتباين علامه تساوي بقفل الفتره، يبقى هي داله السين اكبر من الصفر. فانا كده عملت ايه؟ انا عملت بحث اشاره. طب بعد كده بقول لها عين في ح مجموعه حل المتباين، داله س، داله س اللي هي معايا اللي هي س تربيع ناقص 5 س زائد 6، اقل من الصفر. اقل من الصفر يا باشمهندس يعني سالب، ما خلي بالك دي داله الس، وانا هقعد احلل واعمل بحث اشاره ثاني؟ لا، ما انا عملت بحث اشاره اهو، فداله س اقل من الصفر اهي اهي، على طول هتقول له ده الحل. يبقى داله الس اقل من الصفر عندما الس تنتمي للفترة المفتوحة من الاثنين لحد الثلاثة، لأن أنا عملت بحث إشارة في المسألة بتاعتي وخلص السؤال على كده. رقم 4 بيقول لي برضه ابحث إشارة الدالة دي، ثم من ذلك أوجد في ح مجموعة حل المتباين. مفيش مشاكل خالص. فأنا برضه هاخد المعادلة اللي هي 2 س تربيع زائد 7 س ناقص ال 15 هساويها بالصفر. طيب بعد كده هشوف بتتحلل ولا لأ. ال 2 س تربيع هي كده كده 2 س في س، الاخير سالب موجب في سالب، عددين ضربهم 15 انا عايز مجموعهم 7. طيب بص معايا بقى الوقت، عايز الفرق ما بينهم 7، معذره الفرق 7. لو انا خدت 3 في 5، فلو انا حطيت الموجب 5 هنا والسالب 3 هنا يبقى صح. ليه؟ دي سالب 3 س وموجب 10 س، يبقى موجب 7 س. حلو قوي. طب من هنا يبقى الس بكام؟ بعكس اشاره العدد، بدل ما هو سالب 3 يبقى موجب 3، وبقسم على اللي قبل السين اللي هو 2. ومن هنا يبقى السين بكام؟ طبعا بسالب 5. حلو جدا. بعد كده هنعمل خط الاعداد اهو. العدد الصغير طبعا اللي هو سالب 5 عندها بتساوي صفر، والعدد الثاني اللي هو 3 على 2 وعندها بتساوي صفر، مثل عكس مثل، وعامل سين تربيع موجب، يبقى ده بالنسبه لي موجب وده سالب وده بالنسبه لي موجب. خلي بالك ان هو بيقول لك ابحث الاشاره. طيب اول حاجه اقول له داله س بتساوي صفر لما س تنتمي لقوس المجموعه سالب 5 و3 على 2، هي بتساوي صفر عند القيمتين دول. بعد كده يا باشمهندس هقول له داله س اقل من الصفر لما س تنتمي، اقل من الصفر يعني سالب في الحته دي اللي هي من سالب 5 لحد 3 على 2. بعد كده يا باشمهندس داله الس اكبر من الصفر لما س تنتمي، أكبر من يعني الموجب اللي هو معظم خط الأعداد، يبقى ح مع عدد من سالب 5 ل 3 على 2. طب هنا مفيش علامة يساوي، فاقفل الفترة. حلو جدا. كده ده بحث الإشارة. بعد كده بيقول لي هات لي مجموعة حل المتباينة. بص معايا، أدي ال 2 س تربيع زائد 7 س. هجيب ال 15 هنا، تبقى سالب 15 أقل من أو يساوي الصفر. وركز بقى معايا، برضه دي ما هي المعادلة دي هي نفسها دي. فانا دلوقتي يا باشمهندس انا مش هحللها واعمل بحث اشاره من اول وجديد. انت بتقول لي ايه؟ انت عايز الاقل من واللي بيساوي صفر. ركز معايا، هي بتساوي صفر عند الارقام دي واقل من عند الارقام دي، يعني ساعتها هقول له ايه؟ هقول له س تنتمي. ركز بقى معايا، اللي بيساوي صفر اللي هو ده اللي هو قوس المجموعه من سالب 5 ل 3 على 2، اتحاد، ما اتحاد اللي هو الاقل من الصفر، اللي هي الفترة المفتوحة من سالب 5 ل 3 على 2، صح؟ يبقى ساعتها الس تنتمي. لما أعمل دول اتحاد، السالب 5 ما أعمل لها هنا اتحاد، هي هنا مفتوحة وهيجي لها سالب 5 فتتقفل. وهنا برضو 3 على 2 مع المفتوحة دي، يبقى 3 على 2 مقفولة بس. يبقى هو ده الحل بتاعي.
ان س بتنتمي من سالب 5 لحد 3 على 2 والاثنين مقفولين. طب ما انا عارف يا باشمهندس ان متباينه اقل من او يساوي، بكتب الجذر الاول الجذر الثاني ولازم تبقى مقفوله. ماشي، بس انا بفهمك ان انا بعمل اتحاد للاثنين دول اللي هي الاقل من الصفر واللي بتساوي صفر، وده كده سؤالنا خلص. رقم 5، عين اشاره الداله د حيث داله س بس تربيع زائد 4، ثم اوجد مجموعه الحل لداله س اقل من او يساوي مين؟ الصفر. اول حاجه هقول س تربيع زائد الاربعه بيساوي صفر. هسالك سؤال، مش الس تربيع هتطلع عدد موجب والاربعه عدد موجب؟ يعني دايما الجزء اليمين ده موجب، هل الموجب ينفع يساوي صفر؟ لا. فطبعا هنا لازم بحث اشاره، فهنا الالف بكام؟ بواحد. الباء بكام؟ بصفر، لان ما فيش س. الجيم بكام؟ باربعه. طب تعالى نحسب المميز ب تربيع ناقص الاربعه الف ج. فالباء بصفر يعني صفر تربيع ناقص اربعه في الالف بواحد في الجيم باربعه. فده عباره عن صفر ناقص اربعه في اربعه ب 16 يعني سالب 16. كده المميز طلع سالب، يبقى اذا اشاره الداله مثل معامل س تربيع. وهنا س تربيع موجب، يعني اشاره الداله دي مالها؟ دائما موجبة. يعني بكل بساطة لو انت عملت خط اعداد عشان انت بتبحث اشارة بالشكل ده كده، فدايما موجب يعني خط الاعداد كله موجب يا باشمهندس. خلاص، فلما اجي اعمل بحث اشارة اقول له ايه؟ والله يا باشمهندس دالة السي بتساوي صفر لما السين تنتمي للفاي. خلاص مفيش، ودالة سين برضه اقل من الصفر يعني عدد سالب، برضه س تنتمي للفاي. مفيش. انما بقى داله الس هنا اكبر من الصفر لما س تنتمي للحاء. كل حاجه، كل الاعداد هتخلي لك يا باشمهندس اشاره الداله دي موجبه، فده بحث الاشاره اللي انا عملته. حلو قوي. طب بيقول لي بعد كده عايز مجموعه حل المتباينه، داله س اللي هي س تربيع زائد 4 اقل من او يساوي الصفر. يلا يا باشمهندس شغل دماغك. بص، الاقل من فاي واللي بيساوي صفر فاي، فيبقوا الاثنين مع بعض فاي، يبقى اذا هنا بفاي. عمر الداله دي ما هتبقى ولا عدد سالب ولا بتساوي صفر، فعشان كده قلنا عليها ايه؟ فاي يا باشمهندس لمجموعه حل المتباينه، وده بحث الاشاره بتاعي. رقم 6، اعتقد ده اخر سؤال المفروض يعني، او ده اخر سؤال ان شاء الله. بيقول لي ارسم منحنى الداله د حيث داله س بسالب س تربيع زائد 2 س زائد 3 في الفتره من سالب 2 ل 4، ومن الرسم اوجد فح مجموعة حل المتباينة دي. بص معايا، المعادلة دي عشان نرسمها لازم بقى هتبقى عارف معايا ازاي بتعملها جدول زي تالتة اعدادي. بص معايا، انا هعمل جدول صغير كده وهنجيب القيم بتاعته من على الآلة بدل ما نعوض. يعني هنا س وصاد، ماشي؟ انت الوقت معاك سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 مثلا. خلاص، بص معايا بعمل ايه. بعمل هنا س وصاد، وبعمل الفتر سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4. طب والنواتج؟ بص يا باشمهندس هتعمل على الاله ايه؟ هتخش على مود وتختار تيبل. تيبل في معظم الاعداد اللي هي 991 995 والكلام ده هتلاقي رقم 7، وبعض الالات هتلاقي رقم 5، في البعض الثاني اعتقد رقم 3 ولا حاجه زي كده. المهم اختار الرقم اللي جنبيه كلمة تيبل. كتبت تيبل، هكتب الدالة سالب س تربيع يبقى سالب الفا اكس تربيع. لازم تبقى عارفها، لو انت مش عارفها اعمل ازاي بنكتب او بنعمل جدول على الآلة الحاسبة هتلاقي فيديوهات كتير قوي وصلت لك. زائد 2 س يعني زائد 2 الفا اكس زائد 3. كده انا كتبت الدالة وضغطت يساوي، هتلاقي بيقول لك الستارت، الستارت اكتب اصغر رقم سالب 2. بعد كده هيقول لك الاند، الاند اكتب اكبر رقم اللي هو 4. الستيب دي الخطوة دي اتأكد ان هي واحد، يعني هو بيجيب لك قيمة كل واحد زي ما احنا كده بنزود واحد، فدي اتأكد ان هي واحد واضغط يساوي. عمل لي الجدول، فأول رقم هنا سالب 5، اللي بعده صفر، اللي بعده 3، اللي بعده 4، اللي بعده 3، اللي بعده صفر، اللي بعده سالب 5. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو عوضت بسالب 2 في المعادلة دي هتطلع بسالب 5، ولو عوضت بسالب 1 هتطلع بصفر، ولو عوضت بصفر هتطلع بثلاثة، لو عوضت بواحد تطلع بأربعة، وهكذا. خلاص؟ فتعالى نمثل الكلام ده. سالب 2 مع السالب 5، سالب 2 مع السالب 5 اللي هي النقطة دي. سالب 1 مع الصفر، سالب 1 وصفر اللي هي النقطة دي. بعد كده صفر وثلاثة اللي هي النقطة دي. بعد كده 1 مع الأربعة اللي هي النقطة دي.
بعد كده الاتنين مع التلاتة اللي هي النقطة دي، بعد كده تلاتة وصفر اللي هي النقطة دي، بعد كده أربعة وسالب خمسة اللي هي النقطة دي. طبعا ده منحنى دالة تربيعية بترسم بالإيد أهو. بس كده أنا رسمت المنحنى بتاعي. خلي بالك إن معامل س تربيع سالب، فكنا بنقول إن المنحنى لازم بيبقى مفتوح لأسفل، صح؟ حلو أوي. بعد كده بيقول لي أوجد من الرسم مجموعة حل المتباينة. دالة س بتساوي صفر، دالة س بتساوي صفر في نقط التقاطع مع محور السينات اللي هي دي ودي. خلاص؟ يبقى هنا بالنسبة لي دالة الس بتساوي صفر لما السين تنتمي لرقمين اللي هم مين؟ اللي هم سالب واحد وثلاثة. واحد تاني هيقول لي مش دالة سين اللي هي الصاد؟ اه. فانا بصيت على الجدول لقيت ان الصاد بتساوي صفر هنا وهنا، يبقى الرقمين سالب واحد وثلاثة. اقول لك تمام. طب بعد كده بيقول لي مجموعة حل المتباينة، وركز الله يكرمك، دالة سين اقل من او يساوي الصفر. اللي بعدها دالة السين اقل من او يساوي صفر. اقل من يعني السالب، يعني تحت محور السينات، يعني الجزء ده سالب، وخلي بالك الجزء ده سالب واللي فوق محور السينات ده موجب. حلو. دلوقتي الاقل من واخد فرعين، يعني هنا سالب وسالب، صح؟ فهنا بنكتبها ازاي؟ بص معايا وركز الله يكرمك، ممكن تعملها اتحاد وممكن تقولها ححمة عادي. العدد الصغير سالب واحد والعدد الكبير اللي هو ثلاثة. طب مش انت عارف لما بتكتب ححمة عادي بتعكس؟ اه. فانا بالنسبه لي طالما فيها انا علامه يساوي بفتح الفتره. يا باشمهندس انا متعود اقل من او يساوي فتره مغلقه. لا، ده لو معامل س تربيع يا باشا موجب، هنا معامل س تربيع سالب، عشان كده ما احفظهاش وهعملها لك بالخطوات دلوقتي وتتاكد من الحل ده. يبقى ده اللي س اقل من او يساوي الصفر لما ح مع عدد سالب 1 و3. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه هقسمهم فترتين. بص ده جاي من الشمال، يعني من سالب ما لا نهايه لحد السالب 1. يعني انا ممكن اكتبها من سالب ما لا نهايه لحد السالب 1 مقفول اتحاد، لأنه هو عايز الأصفار. من التلاتة لحد الموجب ما لا نهاية، التلاتة برضه مقفولة عشان عايز الأصفار لحد الموجب ما لا نهاية. الاتنين دول يا باشمهندس لو أنا عملتهم اتحاد ادينا ح ما عدا الفترة المفتوحة. بعد كده مجموعة حل المتباينة دالة س أكبر من الصفر. أكبر من الصفر اللي هو الجزء الموجب، هتلاقي الجزء الموجب اللي فوق محور السينات ده من سالب واحد لتلاتة بس. يبقى س تنتمي من سالب واحد لحد التلاتة مفتوحين لأن أنا مش عايز الأصفار. يا باشمهندس أنا متعود في أكبر من ح ما عدا، ما إحنا قلنا ح ما عدا لو معامل س تربيع موجب، هنا معامل س سالب، خلاص؟ فده كده الحل بتاعي. طب أنا عايز أتأكد في الامتحان ومعايا رفاهية الوقت، بص معايا هتعمل إيه؟ هتاخد المعادلة اللي هي سالب س تربيع زائد 2 س زائد 3، وهشتغل عادي جدا، هضرب المعادلة دي في سالب واحد. هتبقى س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 مثلا بيساوي صفر. حلو جدا. هحلل المعادله دي فهتبقى س ناقص 3 في س زائد الواحد برضه بتساوي صفر. طيب من الاولى دي هيبقى الس بكام؟ ب3، ومن هنا الس بكام؟ سالب 1. دي الجذور اللي انا طلعتها. بعد كده اقوم عامل خط اعداد اهو. هي عند السالب 1 بتساوي صفر، وعند ال 3 بتساوي صفر. مثل عكس مثل. معامل س تربيع خلي بالك، خلي بالك اللي انا حللتها، فهنا موجب، هنا سالب، هنا موجب. خلاص حلو جدا وزي الفل. بس انا المفروض احل متباين، خلي بالك ان انا لازم احل متباين، لان اللي بيساوي صفر لما بضربه انا كده كاني ضربت الصفر ده في سالب واحد. يعني انا دلوقتي لازم احل المتباين، يعني مثلا اخلي دي مثلا اكبر من الصفر اقل من الصفر، فاهم؟ عشان الحل ده كده هيطلع لك ان الموجب هو الكبير، مع ان الموجب هنا هو الفتره الصغيره. فهمت ايه المشكله هنا؟ ان انت لازم بص تعمل ايه هنا، طالما المعادله دي صفريه، ودي ملحوظه مهمه قوي لان هنا مش محدد لي المعادله دي بتساوي كام. بص بتعمل ايه، هاخد السالب عامل مشترك بالشكل ده كده، فهتفضل لك س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 بيساوي صفر مثلا، عشان ما اغيرش بيها حاجه. ادي السالب والقوسين اللي هم س ناقص 3 في س زائد 1 اللي انت حللته بيساوي صفر. فطبعا برضو من هنا ان الس ب3 ومن هنا ان الس بسالب 1 مفيش مشاكل خالص، بس انا عملتها كده لان المعادله صفريه، انا مش عارف يا باشمهندس هي اكبر من ولا اقل من ولا ايه. خلاص فدي خطوره السؤال. فعند السالب 1 بتساوي صفر، عند ال 3 بتساوي صفر، مثل عكس مثل. هنا معامل س تربيع سالب بقى، يبقى الجزء ده سالب وده موجب وده سالب.
يبقى انا كده ما خليتش بقيمه ايه المساله بتاعتي. فهو مثلا اول حاجه بيقول لك داله س بتساوي صفر امتى؟ قول له عند السالب 1 و3. اقل من او يساوي الصفر امتى؟ الاقل من اللي هو سالب اللي هو معظم خط الاعداد، فبنقول حرام عدد. الصغر سالب 1 الكبير 3. طالما في علامه يساوي في المتباينه بفتح الفتحه. طب مش ده اللي احنا كاتبينه هناك؟ مظبوط. طب بيقول لك داله السين اكبر من الصفر، يعني موجبها امتى؟ من سالب 1 ل3. فعرفت امتى؟ امتى بناخد السالب عامل مشترك؟ لما المعادله تبقى صفريه او هنا مش موضح لمتباينه، مش قايل لي اكبر من اصغر من، مش قايل لي. انما امتى بضربها في سالب وانا قلبي مطمن؟ طالما في متباينه فانا ضربتها في سالب فبغير المتباينه، فما بتبوظش معايا المساله. خلاص؟ زي ما اتفقنا ده كده اخر سؤال بفضل الله. كده يبقى احنا خلصنا الاسئله المقاليه بالكامل، فاضل لنا الاختبار ده ان شاء الله هنزله لك بكره مباشره ان شاء الله. وبعد كده زي ما قلت لك الدرس اللي هو الاخير في حساب المثلثات درس سهل وبسيط قوي. فهنزل لك الاخطر مع المقالي في فيديو واحد. هنزل لك الاخطر مع المقالي في فيديو واحد، وبعد كده هنزل لك الاختبار، يعني هو هينزل على فيديوهين ان شاء الله غير حصه الشرح طبعا، لا سيبها لك في قائمه التشغيل. يبقى احنا كده خلصنا حساب المثلثات. يبقى فاضل لنا درس هندسه او درسين، درس نظرية مع عكس نظرية، هتلاقينا خلصنا المنهج بتاعنا بفضل الله. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى أن أكون تفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على الفيديو الجاي، كان معك مهندس حسام من قناة حسام ميرا دياط، وشكرا جدا.